السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفكم يا سادس؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير اول شيء. انتم بخير. عيدتوا؟ رحتوا زرتوا قرايبينكم؟ مين راح زار قرايبه؟ وين؟ جنين. ممتاز. إيه طب في مدينة بعيدة، منطقة بعيدة، زرتوا قرايب لكم؟ في نابلس كمان. ممتاز، في نابلس كمان. مين راح؟ وين؟ كمان. ممتاز. طب انتوا رحتوا زرتوا قرايبكم، شو الوسيله اللي استخدمتوها عشان تروحوا تزوروا قرايبكم في المناطق البعيده هاي؟ مين بارك؟ تفضلي. احنا رحنا بسياره. ممتاز، سياره كمان. باص. ممتاز، باص كمان. شو اخرى؟ ممتاز، اللي حكيتوه كله ممتاز. طيب هاي السياره او الباص على شو بتمشي؟ احنا مثلا نمشي على جرينا. هاي السياره شو بتمشي؟ مين بارك؟ تفضلي. ممتاز، على عجال. طب يا سادس، العجال هاي اخترعوها، كان اختراعها قديما صح؟ يعني ما جاش العجل هذا اللي احنا شايفينه اليوم، اللي هو مكون من حديد كاوشوك، بكون منفوخ مطاط، ما جاش عندنا هنا هذا، احنا اجينا اخترعناه هيك مرة واحدة. في له اختراع قديم، طب مين بيعرف كيف كان شكله قديما؟ تفضلي. اول شيء كانوا يستخدموا الحجر، يعني هيك زي حجرات، احجار كبار وانه شكلهم دائري. ممتاز، اول شيء كان صناعته من الحجر. طيب كمان تطور كيف؟ خشب. ممتاز، كان صناعه له كان من الخشب، حتى وصل للي احنا شايفينه اليوم اللي هو عجل السياره. طيب يا سادس، في مقوله بين العلماء بيحكوها لا تخترع العجل، حدا بيعرف شو هاي المقوله؟ او سمع فيها؟ هذا ايش سمعت؟ طيب هاي المقولة بقولوها العلماء، مثلا انا بجي بحكي لواحد لا تخترع العجل، هاي بيجي بقوله تقال للذي لا يبني ابحاثه او علومه، العلم اللي بكون فيه، على علم وابحاث الذين سبقوه. يعني انه مثلا واحد بيجي بحكي انا بدي اخترع كمبيوتر. طب هذا الكمبيوتر احنا شايفينه عندنا هون صغير، قبل اول ما صنعوه كان حجم غرفتين زي ما بنعرف، حجم غرفتين. طب اللي صنع اول شيء اكيد بنى علمه على علم غيره توصل لهذا الكمبيوتر. اذا فالعلم تراكم البناء. مين بيعرف امثله اخرى على انه العلم تراكم البناء؟ يعني احنا بنبني العلم على بعضه. مين بيعرف؟ تفضل. زي الادويه، انه يعني ما كانت متطوره زي ما هي موجوده هلا عندنا اياها من زمان، انهم صاروا يحطوا شوي شوي عليها توصلت لل. ممتاز، احسنت، زي الادويه. كمان تفضلي. حتى البيوت اللي احنا ساكنينها ما كانتش هيك، كانت عباره اول شيء كانت قش، بعدين طورت لطين، مطوب، زي هيك يعني. ممتاز، احسنتي. كمان البيوت. مين كمان؟ الاتصال. وسائل الاتصال كمان، ممتاز. كمان الساعه. ممتاز، كمان الساعه. كلكم كل اللي حكيتوها صحيح. وزي ما حكينا احنا العجل كان قديما شكله من خشب او حجر، هلا حديثا صار من حديد او مطاط او كاوشوك اللي هو هذا حواليه. طيب يا سادس، حاليا رايحين نشوف طب من خلال هذا يا سادس، مين بيحكي لي شو عنوان درسنا لليوم؟ تفضل. عالم من العجلات. عالم من العجلات، ممتاز. عنوان درسنا لليوم اللي هو يا سادس عالم من العجلات. مين بعيد لي اياه؟ تفضلي. عالم من العجلات. تفضلي. عالم من العجلات. ممتازين. طيب يا سادس، مين فيكم بيعرف لي شو هاي؟ تفضل. بكرة. ممتاز، بكرة. طب هاي البكرة انت شايفتيك من شو بتتكون هاي؟ من عجل. عجل. علاقة. كمان. المحور. المحور تبعها. طيب يا استاذ، احنا حكينا عن العجلات، اذا البكرة بتتكون من عجل، اذا هي تصنف من العجلات. طب احنا حكينا ان هالعجلات صناعة قديمة صح؟ معناتها هاي البكرة ايش راح تكون صناعتها؟ قديمة. طب قديمة كيف كان شكلها؟ ايش كانوا يصنعوها؟ حدا بيعرف ايش كانوا يصنعوها؟ تفضلي. حجر دائري. ولا مش من الحجر، يعني ما كانش في بكرة على شكل حجر يعني، بس كانت تطور شوي. تفضلي. ممكن خشب. الخشب، ممتاز، احسنتي. كانوا يصنعوها من الخشب صح؟ طيب قديما شو كان يستخدم هاي البكرة الخشبية؟ تفضل. رفع الأحمال. ممتاز، رفع الأحمال، كانوا يرفعوا فيها الحمل. كمان بالبير. ممتاز، يستخدموها في البير. طب احنا زي ما بنعرف يا سادس قديما
ما كانش في مي قطريه ولا كهرباء قطريه عندنا في البلد. فكانت المي تنزل مي الشتويه تتجمع في البير، يروحوا سته او سته يروحوا ينشلوا المي من البير باستخدام ايش؟ ممتازين استخدام البكره. طيب يا سادس خلينا ننتقل لاهداف درسنا اليوم. طبعا احنا رايحين نخص اليوم درسنا بالحديث عن البكرات اللي هي نوع من انواع العجلات. اهداف الدرس، اول هدف رايحين نتعرف عليه لليوم اللي هو نصنع بكره بسيطه. ثاني شيء اللي هو رايحين نقوم بالتعرف على البكره. ثالث هدف اللي هو رايحين نكون استخدامات هاي البكره. رابع هدف اللي هو نتعرف على انظمه البكرات، وكمان رايحين نتعرف على اللي هو المقارنه بين هاي الانظمه. ممتازين. طبعا يا اساس بعتقد علماء الاثار انه الخطوه الاولى اللي صنعوا فيها العجل، يعني ارخوا الفتره هاي حطوا لها تاريخ، انها كانت قبل 3500 سنه قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين. طب مين فيكم بيعرف وين هاي بلاد ما بين النهرين؟ تفضلي. العراق. ممتاز. هو نهر دجله والفرات. ممتازين. طيب يا سادس، الفتره اللي هي حكينا 3500 سنه قبل ميلاد السيد المسيح، فتره قديمه جدا. طيب في شو كانوا يستخدموا احنا حكينا؟ هاي البكره قديمه. انتشال الماء من البئر ورفع الاحمال. ممتاز. خلينا ننتقل للخطوه اللي بعدها. طبعا زي ما انتم شايفين هون يا سادس، عندنا هون اشكال للعجلات. عندنا زي ما حكينا اول شيء حجر غير منتظم كان اول شيء، بعدين صار منتظم. هنا عندنا خشب، والخشب استخدموه في صناعه العربه. ممتاز. طب احنا حكينا رايح نخص درسنا ايش؟ عن البكره. البكرات. طب عشان نفهم شو يعني البكرات نكون بعمل نشاط عشان نوضح مفهوم البكرات. ماشي، حاليا رايحين نبلش في هالنشاط. طبعا اول شيء اي نشاط او اي تجربه نكون فيها في لها ادوات ومعدات تلزمنا عشان نكون في هالتجربه. اول شيء عندنا هون شو شايفين؟ حبل، صح؟ هاي حبل، هاي أول شيء. ثاني شيء دلو على شكل يعني له علاقة، يعني شيء حجم صغير. كمان عندي شريط لاصق. كمان البكرات. ممتاز. ممتازين. كمان عندي بكرات. طبعا احنا حاليا مش رايحين نستخدم هذول البكرات، رايحين نكون بعمل تجربه بسيطه على اساسها نفهم شو هي البكرات او تعريف البكرات وشو استخدامها. شو شايفين عندي هون؟ عجل، عجل صغير. ممكن يكون تاع سياره صغيره لعبه، او ممكن يكون موجود في اجهزه مثل الحواسيب او المسجل، يكون موجود في عجلات زي هاي. نحضرها من هنا. احنا بنحتاج لاثنين، كمان نحتاج مشابك ورق. مشابك الورق اي كلكم تعرفوها. طبعا هذه الادوات راح تلزمنا عشان نقوم بتجربتنا لليوم. طبعا رايحين نمشي فيها خطوه خطوه. طبعا زي ما حكينا قبل عشان هي انتشال الماء من البئر، وكمان اللي هو رفع الاحمال الثقيله استخدامات البكر. نتكلم الخطوه اللي بعدها اللي هي حكينا نسوي التجربه. طبعا اول خطوه اللي هي بحكي لنا امسك مشبك وافتحه على شكل حرف اس. طب كيف بدنا نسويه؟ اكتبهم معي هون. هي عندنا مشبك ورق، هي بنفتحه على شكل حرف اس زي ما هو موجود عندنا في الصوره. طيب يا سادس ليكم تنتبهوا. طيب يا سادس مين بيقرا الخطوه الثانيه؟ تفضل.
اثني وثبت بشريك اللاصق نصف المشبك على الحاف على حافة اللوح الخشبية واضف مشبكين اخرين عليهما. ممتاز، احسن. اثني وثبت بالشريط اللاصق على طرف الخشب. على طرف الخشب. هاي ثنينا شايفين، كلكم شايفين. هاي ثنينا نثبت ايش؟ الشريط اللاصق. جيب الشريط اللاصق. بدنا نثبت زي ما انتم شايفين هون. هاي ايش ثبتنا؟ الشريط اللاصق. وحكينا مشبكين، يعني نفتح خواهر على شكل ايش؟ نفس الخطوة اللي سبقتها، شكل حرف اس. هاي شايفين؟ بنحطه جنبه. كمان من اثنين. جيب الشريط اللاصق. نثبته جنبه. هاي ثبتنا زي ما انتم شايفين. ثبتوا منيح عشان ما يبقاش. الخطوه الثانيه حكيت لنا ايش؟ نضيف اخرى مشبكين. هاي كمان مشبك، هاي كمان مشبك. ضفنا مشبكين. طب مين بقرا للخطوه اللي بعدها؟ تفضلي. افتح واربط مشبكين اخرين حول العجلان اللاصق، ادخل طرف المشبك الى الثقب الموجود في مركز العجله. احكي لنا افتح مشبك. اول شيء نفتح المشبك، هاي مشبكين صح؟ نفتح. هيك فتحنا. نفتح على الاخر بشكل مستقيم زي ما انتم شايفين هون. بعدين حكى لنا بدك تدخله وين؟ في العجل. هي دخلناه في مركز العجل. بعدين شو بحكي؟ هنا اثنين زي ما انتم شايفين هون. هينا ثنينا. هاي الطريقة. بعدين ايش؟ بنلفه. هاي لفنا. ونثني على شكل ايش؟ علق بهاي الطريقة. هاي ايش صار شكل علق، كلكم شايفين؟ طيب هاي الخطوة الأولى. الثانية بنعمل فيه نفس الاشي، حكينا بدنا عجلين صح؟ نجيب كمان مشبك نفتحه بشكل كامل، ندخله في المركز تبعه أو في مركز العجل بنفس الطريقة، ونلفه نعمل على شكل علاق. طيب مين بيقرا الخطوة اللي بعدها؟ تفضلي. صح. ثبت البكرة الأولى في الحمل. ثبت البكرة الأولى وين؟ في الحمل. هاي الحمل اللي عندي. ايش؟ دل. هاي ثبتنا. الخطوة اللي بعدها. تفضل. امسك الحبل الطويل المتبقي واربط طرفه في المشبك والاول ومر الحبل حول البكرة الأولى. نمسك حبل ونمرره نربطه. اول شيء حكى ايش؟ نربطه في المشبك الاول. هاي نربطه في المشبك الاول. شايفين كلكم؟ هاي ربطناه في المشبك الاول. هيك ربطناه صح؟ بعدين نمرره من وين؟ الخطوة اللي بعدها مين يقراها؟ نمرره من البكرة الأولى بهذه الطريقة. هاي مررناه من البكرة الأولى. شايفين كلكم؟ هاي هاي البكرة الأولى. هاي مررنا الخيط من خلالها، كلكم شايفين؟ طيب الخطوة اللي بعدها مين بقراها؟ تفضلي. علق البكرة الثانية بالمشبك المعلق على البكرة الخشبية. البكرة الثانية هيها نعلقها في المشبك الثاني. هاي الطريقة. بس خلينا نصحح.
هي هيك ايش جاهزه. طيب الخطوه اللي بعدها تفضلي. علق العلب او الثقل بالبكره الاولى. نعلق ايش؟ عيدي. الثقل بالبكره الاولى. بالبكره الاولى، هي البكره الاولى. اين علقنا؟ كمان شو بنعمل؟ بدنا نمرر من البكره الثانيه. بس بدي حدا يساعدني هون. لا هذا بس لا. تفضلي. هاي ممكن تمسكي لي اياها هيك. طيب نمرر حكينا ايش؟ من البكره الثانيه. التزيين كله. اترك اه. ايوه شكرا لك. طبعا زي ما انتم شايفين صار عندنا نظام البكرة البسيطة جاهز. الشغلة سهلة. طلع عندي هون. احنا قمنا بصناعة نظام بكرة بسيطة. وهي طلع عندي هون كيف الحركة بتكون. شايفين؟ كلكم؟ حدا بحب يطلع يجرب؟ تفضل. ممتاز. طب هسا بدي حدا ثاني يطلع عندي يجي يحمل لي هذا الحمل. شوف لي قديه وزنه. مين يطلع؟ تفضلي. مثلا هي عندنا هون حمل حجر حطيناه هون وزني. شوف قديه وزنه هيك تقريبا يعني. هسا بدنا نحطها هون. امسك الحبل شده. ارفع. بس ممتاز احسنت. طب هسه انا بس بدي احكي لي انت حملتيها قبل وهسه رفعتيها بالبكره، شو الفرق؟ اخف. ممتاز كمان اسهل. ممتاز احسنت. خلص تريح. يعطيك العافيه. طب حاليا هسه انا بدي اياكم انتو تقوموا بصناعه هذه البكره. راح اوزع عليكم الادوات وهيك تشكلوا لي اربع مجموعات. مثلا هون مجموعه، هون مجموعه، يعني ما سمعش. اربع مجموعات. انتو هون مجموعه واحده. طيب يلا مش مشكله. هاي مجموعه وهي كمان مجموعه. شو هاي؟ قاعده. هاي زي انا استخدمت هاي الخشب الكبيره، انتوا استخدموا هاي. تفضل. دي كل واحد بس من مجموعه يجي يستلم الادوات تبعته. هاي خليها، هاي فيها جاهز. سيب سيب، هاي جاهز كل شيء. هاي بس هون في مشابك، بس حط هاي اللاصق والعلبة هيا. كمان العجلات ضلين هاي كل. تفضل. جميل. كمان عجلان. هاي كمان عجلان. ايه تبلشوش، صرتم بلشين. خطوة خطوة نمشي. طبعا اول شيء قسم الشغل عليكم، يعني كل واحد مثلا واحد يسوي العجل، واحد يسوي شيء، هيك الشغل اسرع والكل بيشتغل. بدنا نبلش، خلينا نرجع فيها. هاي بلشنا من هون. نبلش خطوه خطوه. اول خطوه انها افتح على شكل حرف اس. كلكم عملته. الخطوه اللي بعدها اللي هي اثني واثبت بالشريط اللاصق.
نصف المشبك على اللوحة الخشبة واثنين زي ما عملنا. يلا بسرعة. الخطوة اللي بعدها افتح واربط مشبكين حول العجلات. يلا شدوا لحالكم. شدوا. كلكم ربطوا حول العجل. يلا خلينا ننتقل للخطوة اللي بعدها. هاي الخطوة اللي بعدها. اللي بده اي مساعدة يحكي. بدكم حبال شوي نشرب. شكلها. ما انتوا هسه بدكم الحبال، في حد ما قص او شيء؟ تفضل. انه جبت الشفرة بس مش عارف وين راحت، مش راحت. الخيط هذا؟ لا رفيع هذا الخيط بدخل. هلا شكرا لك. طبعا تفضلي. تفضلي. تفضل. يلا جهزوا شغلكم بسرعة. أسرع أسرع. بدي كمان مشبك. هاي المشابك موجودة، اللي بده كمان مشبك المشابك موجودة كثير. فيه هاي في مشابك. ممتازين. كيف الشغل معكم؟ امشوا مع الخطوات تغلطوش. ممتاز. كيف الشغل معكم؟ ماشي ممتاز. يلا خلصتوا؟ ممتاز احسنت. اشوف بس. بس اول شيء ركبيها، ركبيها اول شيء. انت لو هيدول كربتيهم زي هيك مثلا. ممتاز. ايوه هسه ارفع. خلصتوا؟ ممتازين. خلصتوا؟ شوف شغلكم. ممتازين. هسه شو بدكم تسووا؟ بدكم توزنوا هذا اول شيء، بعدين تسحبوه وتشوفوا شو الفرق. جاهز انتوا؟ مشكلة، حطوا اي شيء. هسه اول شيء شو بدكم تسووا؟ بدكم تحملوها، تشوفوا قد ايه وزنها، بعدين بدكم ترفعوها بعد ما تحملوها تشوفوا الفرق في الوزن. انتوا خلصتوا؟ اول شيء شو بدكم تسووا؟ بدكم تحملوا الحمل، تشوفوا قد ايه وزنه. بعد ما تخلصوا بدكم تحملوا اخرى، بدكم بالبكر تسووا. ممتازين. طبعا نعطي جائزة لأول مجموعة خلصوا. تفضلي.
ممتازين. طبعا كلكم خلصتوا؟ جربتوا اللي حكيت لكم عنه؟ ممتازين. بس خلص حطوا لي اياها على جنب. حطوا لي العده هاي على جنب. تلتهوش فيها. يلا حركة حركة بسرعة، مش مشكلة حطوها على جنب عندكم. يلا ظبطوا قعدتكم عشان ننتقل للخطوة اللي بعدها. طبعا يا سادس، بعد ما قمنا بعمل بكرة بسيطة رايحين نعرف من خلال هالبكرة، نعرفها. شو تعريف البكرة؟ طيب مين بعرف لي فيكم بكرة هيك من عند من من, من عنده يعني؟ أعطينا أنواع تعريف للبكرة من عنده، تفضل. عجل يدور وبحمل أثقال. ممتاز، عجل يدور وبحمل أثقال، تمام، تفضلي. عجل له محور يكون برفع الأحمال بشكل أسهل. ممتاز، إجابة أداك، تمام، في حدا عنده؟ تفضلي. أداة هي عبارة عن أداة بتتكون على شكل عجل، بيكون فيها زي حبل أو إشياء وأنها بتساعدنا على رفع الأثقال. ممتاز، أحسنت، إجابة دقيقة. طيب البكرة هذه اللي احنا حكينا، شو هاي اسمها؟ بكرة. البكرة خليني اعرف لكم اياها انا. البكرة هي اداة، شو شايفين؟ اداة. اداة ميكانيكية. شو يعني ميكانيكية؟ حركية. تتحرك. طيب ما انها اداة ميكانيكية، من ايش تتكون احنا حكينا؟ محور، عجل، وايش؟ حبل. ممتازين، حبل بحيط فيها. بحيط بالايش؟ بالعجل. طب الحبل ها شو ممكن يكون؟ ممكن يكون حبل صح؟ ممكن يكون جنزير، ممكن يكون كمان شو؟ حزام. ممتاز، احسنت، اللي هو شاط مطاطي. ممتاز، احسنت. طب شاط المطاطي هون بنستعمله اكيد، مش في هذا. هذا بعرف بسكليت. لا جنزير. بالبسكليت، البسكليت مستخدم فيه الجنزير. طب غطاء المطاطي هون نستخدمه. ممتاز، احسنت. ايش اذا حدا فيكم راح عند ميكانيكي سيارات شاف في المطور شو شاف؟ يكون زي كشاط مطاطي على المحرك. طيب ممتازين، احسنتوا جميعا. طيب ننتقل اللي هو زي ما حكينا خطوه، ما هي البكره؟ عرفناها صح؟ اي صوره للبكره. ننتقل للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هي استخدامات البكرات. اول شيء اول استخدام للبكرات حسب علمكم، شو بنستخدم احنا البكرات؟ تفضل. حملنا فيها اثقال. ممتاز، احسنت، حملنا فيها اثقال كمان. شو نستخدم البكرات؟ تفضلي. ممتاز، نوصل الحركة من جهة لجهة ثانية كمان. توفير الجهد المبذول. نوفر الجهد المبذول كمان. تفضلي. تفضل. اتجاه القوة. ممتاز، أحسنتي. طيب إحنا في استخدامات كثيرة زي ما شفنا للبكرة، بس هم إحنا في درسنا محصورة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي تغيير اتجاه القوة. النقطة الثانية لتغيير اتجاه القوة، النقطة الأولى تغيير اتجاه القوة، النقطة الثانية هي توصيل الحركة من جهة لأخرى، النقطة اللي بعدها اللي هي توفير الجهد المبذول، هذول هن الثلاث نقاط لنا، رايحين نشرحهم واحد واحد. أول خطوة عندنا هي تستخدم بكيرات لتغيير اتجاه القوة، بتغير اتجاه القوة، يعني أنا بدل ما أروح أحمل، أنا مثلا عامل بشتغل بنا مثلا، بدي أرفع رمل على ظهر البناية، أنا بدي أرفعهم بإيدي، أكيد راح أتعب و يعني اتعب واستهلك جهد كبير، عشان هيك اخترعوا البكرات تسهل علينا. يعني انا بدل ما اكل 10 دقائق وانا طالع على الدرج ونازل ممكن اتعب، بستخدم البكره بدهاش الا دقيقه واحده يعني تقريبا وبس، بنرفع الحمل على الطابق الثاني وانا واقف محلي. اذا هي غيرت اتجاه القوه، بدل ما اطلع او ارفع بالحبل وانا فوق دون استخدام البكره وانا واقف على الارض برفع. ممتاز. النقطة الثانية هي توصيل الحركة من جهة لأخرى. مين بيعرف لي مثال من واقعنا شافوا إنه البكرة غيرت الحركة، يعني البكرة بتتحرك غيرت الحركة نقلته لجهة أخرى؟ تفضل. زي مثلا في المصانع أنا لما يكونوا حاطينهم على الأقشاط وهي عبارة عن بكرة وإنها بتنتقل من مكان هذول البضائع لمكان ثاني بدل ما هم يضطروا إنهم يحملوها. ممتاز، أحسنت، جابتك صحيحة كمان. أحيانا في حبل الغسيل. حبل الغسيل، ممتاز. حبل الغسيل اللي بتوصل من جهه لجهه. ممتاز، كمان التلفريك بيوصل من جهه لجهه. ممتاز، تزين، كلكم اجاباتكم صحيح. اذا بس انا هسه بدي اعطيكم مثال
قريب علينا على الواقع اللي هو عندنا الدراجة الهوائية. هذا بيعرف شو الدراجة الهوائية؟ هي بلغتنا العامية ايش؟ بسكليت. ممتازين احسنتوا، البسكليت. طلع عندي هون. هي ايش؟ هذا بيعرف شو هاي؟ كان انا. جاي البسكليت الجنزة. ممتاز. هسا انا عندي هون ايش؟ بكرة. اللي هي بيطلقوا عليها ايش؟ تروس. هي على شكل عجل، والعجل هو نوع من انواع البكره، هي نوع من انواع العجلات. طيب عندنا هون جنزير صح؟ شو حكينا احنا؟ يا حبل يا بكون جنزير او حزام. عندنا هنا ايش؟ جنزير بنستخدم. طيب احنا حكينا نقل الحركه من جهه لجهه اخرى. يعني عندي هون حركه ايش؟ البداله. او احنا بنحكي لها ايش؟ دواسه. طيب بدنا نحرك الدواسه هيك زي ما انتم شايفين بهذا الاتجاه. حركناه راح يتحرك شو؟ الجنزير. الجنزير راح يتحركه وراح يحرك ايش؟ التروس الموجوده هون صح؟ بالتالي راح يتحرك ايش؟ العجل كله. يعني عندي هون حركت هذا، نقلت الحركه عن طريق الجنزير، انتقلت الحركه الى العجل. يعني نقلنا الحركه من جهه لاخرى. هذا هو المثل اللي بدي اوضح لكم اياه، واللي كل اللي حكيته انتم صحيح. طيب النقطه الثانيه لاستخدام البكره الثالثه، استخدام البكرات اللي هي توفير الجهد المبذول. يعني انا بوفر جهد اللي ببذله في رفع الاحمال زي ما حكينا. انا بدي ارفع دلوين بطن، ارفع من فوق اللي هو بستخدم البكره، منها بوفر علي الجهد والتعب اللي انا راح اطلع. طيب ننتقل للخطوه اللي بعد اللي هو رايحين ننتقل لانظمه الحبال والبكرات. انظمه الحبال والبكرات، طب حسب علمكم يا سادس إيه انظمه الحبال زي ما حكينا احنا؟ شو هي انواع الحبال اللي بنستخدمها في البكرات؟ او بطريقه ثانيه اللي هو الحبل هذا اللي بنستخدمه اكيد مش نفسه هو الحبل نفسه. الكشاط مثلا، الكشاط النوع الثاني اللي راح نستخدمه نفس الاداه نفسها. فاذا كل بكره لها استخدامها. يعني البكره اللي بنستخدمها في الصناعه مش هي نفسها اللي رايحين نستخدمها في البير. في البير البسكليت غير عن والبسكليت غير عن اللي بنستخدمها رفع البطن. ممتازين احسن احسن. يعني كل يعني بدي احكي لكم انه كل حبل او ايوه له استخدامه الخاص. طيب مين بذكر لي شو هي انواع الحبال المستخدمه؟ تفضلي. خيط رفيع. خيط رفيع ممتاز. كمان حبلا قويا. حبلا قويا. كمان كشاط مطاطي. كشاط مطاطي. كمان تفضلي. سلسلة معدنية. أول شيء احنا حكينا خيط رفيع صح؟ خيط رفيع بنستخدمه في رفع أحمال بسيطة. ممتاز. طيب هالكيت عندنا شو كمان؟ حبل قوي. شو بنستخدمه؟ رفع أحمال قوية. ثقيلة. ثقيلة. ممتازين. طيب وبعد كشاط مطاطي؟ السيارات. ممتاز. سلسلة معدنية؟ دراجة هوائية. ممتازين. هكذا راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. أنظمة البكرات. في عندنا ثلاث أنظمة للبكرات. مين بتقول لي إياهم؟ مين بيعرفهم؟ أو تفضلي. نظام ثابت. ممتاز. كمان ممتاز. عندنا ثلاث انظمه بكرات، نظام ثابت، نظام متحرك، نظام مركب. ممتازين. حاليا رايحين نتعرف عليهم واحد واحد. شو في عندي هون؟ الحين نتعرف على انظمه البكرات. هاي عندنا هون هيك الحين نتعرف على انظمة البكرات. اول نظام حكيناه اللي هو النظام الثابت. النظام الثابت هو بكله محور ثابت لا يتحرك. شو عندي هون؟ شو شايفين؟ هاي بكرة صح؟ محورها ايش؟ ثابت. هيا بتتحركش ها؟ ثابت لا تتحرك. طيب المحور الثابت اللي هو بكون محورها ثابت لا يتحرك زي ما حكينا. هاي شفتوا النظام. طيب النظام الثاني النظام الثاني اللي هو النظام المتحرك اللي هو بكون محور متحرك مع حركة الثقل. رايحين نجرب حاليا لهن النقطتين اللي اخذناها. اول واحد حكينا محور ايش؟ ثابت صح؟ هاي محور ثابت. كيف نرفع فيه المحور الثابت؟ نجيب حمل. هاي عندنا هون حمل، نعلقه هون
وبنرفع. شو شايفين؟ رفعناه صح؟ رفعنا الحبل. طب مين يجي يجرب بسرعة؟ تفضل. أول إشي رفعي لي هاي هيك، جربي لي. فكر إشي أي شيء، مش مشكلة. هسا كمان حط أي شيء ثقل. كمان بعد ما رفعتيها بإيدك بدك ترفعيها بهاي، شوف شو الفرق بيناتها. ممتاز. شو لاحظتي؟ ممتاز. حكينا عن البكرة المتحركة كمان صح؟ البكرة المتحركة شو هي؟ عبارة عن المحور اللي لها متحرك. ممتاز، المحور اللي لها بتحرك مع حركة الثقل. انتبهوا معي هنا. هاي هي البكرة المتحركة، شايفينها؟ ها؟ تتحرك. تحرك، تحرك. لو جيت حطيت الحمل هون. ها؟ انتبهوا معي. تحرك صح؟ تحرك مع حركة الحمل، هاي بستخدمها في انتشال الماء من البير مثلا. نزل، نرفع. طب حدا بحب يطلع يجرب؟ حدا؟ تفضل. أول شيء شوفي لك كيف كم وزن هاي. هيك حطيها كمان مرة. جرب ارفعيها بالله. شو لاحظتي؟ أخاف. ممتاز. طب حاليا ننتقل لآخر نقطة. آخر نقطة عندنا اللي هي البكرة. النظام المرتب للبكرات. النظام المركب للبكرات. نظام مركب للبكرات. من نظام مركب؟ معناته راح يتركب من شيئين او اكثر صح؟ في عندنا النظام الثابت والمتحرك. يعني رايحين نحتاج ايش؟ لبكرتين، بكره ثابته بكره متحركه. ممتاز. زي التجربه اللي عملتوها. ممتاز، زي التجربه اللي عملتوها. طيب حاليا راح نشوف نطبقها هون. شو عندنا هي؟ شو حكينا؟ واحدة ثابتة، واحدة متحركة. انتبهوا معي. هاي شو؟ ثابتة. هاي؟ ممتازين. طيب ممتازين يا سادس. انتبهوا معي هون. طيب حاليا انا بدي ارفع الحمل باستخدام نظام ايش؟ المركب. طلع علي هون. شو شايفين؟ طلع كل اريحية. شايفين؟ مين بده يطلع يجرب؟ تفضل. أول شيء احملي الحمل شوفي كم وزنه. تمام نجربه. شو بتلاحظي؟ أنا لما يكون مع البكرة بتكون أسهل الحركة فيها من أن احنا لحالنا نلحقها. ممتاز، طيب شو بتستنتج؟ يعني أنا هنا استخدمت بكرة، هنا بكرة، هنا استخدمت بكرتين. أن استخدام البكرات بتساعدنا على حمل الأثقال لأنها بتسهل، يعني بتخفف من وزن زكاء. ممتاز. يعني كل ما زاد عدد البكرات، كل ما زاد عدد البكرات بخف الوزن او بخف الجهد اللي بذله انا. اسرع. اذا العلاقه بين اللي هو عدد العجلات، عدد البكرات، يعني كل ما زادت بكل الجهد اللي بذله. ممتازين. طبعا هيك بدي واحد هسا يطلع يجرب لي الثلاث انظمه. تفضل. هاي أول واحد، شو اسمها؟ ثابت. ثابت. جيب الحمل، حمل، ركبي. تفضل. شو بتلاحظي؟ إنه أخف وأسهل للحركة. ممتاز. اللي بعده؟ اللي بعده اللي يكون هو. تفضلي. هو النظام. لا، النظام المتحرك اللي بعده. اللي هو هذا. المنشف. صح. صح كمان بصير. جربي شوي ساعدك. جربي. ممتاز احسنتي. كمان اللي بعده شو لاحظت انت هون؟
انه بصير برضه الحركة السنه نفس الاولانيه. ممتاز. هسه النظام اللي بعده. النظام اللي بعده اللي هو المركب يكون جامع النظام الثابت والمتحرك مع بعض. ممتاز احسنت. جربي. كلكم شفتوا شو صار معنا صح؟ طب لو بدي اعمل هيك مقارنة بسيطة. لا خلاص انسوا. انه ما ضلش معنا وقت. اللي بتبكر راح نخلي للحصة الجاية. هسا في عندي هون اسئلة. بدي تطلعوا تجاوبوا لي عليها. تفضل. مين بدي يطلع؟ تفضل. لماذا تستخدم؟ ممتاز احسنت. تفضل. مين كمان؟ تفضلي. كيف اثر استخدام العجلات على تسهيل حياه الانسان؟ انها صارت بعد ما استخدمنا هدول العجلات صار بالامكان ان ننتقل من مكان للثاني بصوره اسهل زي ما اخترعوا وسائل المواصلات، وان كمان كون هالبكره نوع من انواع العجلات فانه صار في عندنا اسهل يعني لحمل الاثقال والرفع. ممتاز احسنتي. خذ هديتك. كمان من يطلع؟ تفضل. البكرة هي أداة ميكانيكية تستخدم لرفع الأثقال أو رفع خليها تكمل. لرفع الأثقال وتسهيل الحركة وتعطي أخف وزن. ممتاز أحسنت. تفضل هديتك. طب هيك يا سادس إحنا بدنا ننهي درسنا اليوم. أعطيكم ألف عافية.